يقول أنا قادم من الإمارات وأنوي الإقامة إن شاء الله في مكة المكرمة عدة أيام ثم أؤدي العمرة، يسأل يقول من أين أحرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخلل والزلل، وأن لا نقول على الله بغير علم ولا حق. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويجنبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإجابة على هذا السؤال، أولا نقول للأخ الكريم ولإخوانه وأخواته من جميع إخوان المسلمين، نقول أن من أراد التوجه إلى مكة من بلده فلا يخلو أمره، إما أن يكون مريدا النسك أو لا. فإن كان مريدا النسك فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به من أي جهة من الجهات إلا ويحرم من الميقات نفسه بما يريد أن يحرم به، سواء كان إحرامه بنسك الحج أو بنسك العمرة أو بالقران بينهما بالحج والعمرة، له على كل حال أن يحرم بما يريده من نسك. لكن إن كان مريدا النسك وتجاوز الميقات دون إحرام ثم أحرم بعد ذلك بعد الميقات فعليه دم، لأن الإحرام بالنسك من الميقات أحد واجبات النسك، ومن ترك واجبا من واجبات النسك فعليه دم. أما الأخ الكريم الإجابة على سؤاله، فإن كان جاء إلى مكة بإحرام يعني بإرادة نسك وأدى نسكه ثم مكث في مكة وأراد عمرة جديدة أو أراد الحج، فإن أراد الحج فيحرم من محله، يعني من بيته، سواء كان منزلا أو شقة أو في الفندق أو نحو ذلك. وأما إن كان مريدا العمرة بعد فراغه من عمرته الأولى التي جاء من أجلها، فيتعين عليه أن يحرم بالعمرة من خارج الحرم، يعني وأقرب ما هو خارج الحرم إلى الحرم إلى الكعبة هو من التنعيم من مسجد عائشة، فيحرم من مسجد عائشة ويقضي عمرته بذلك. وأما إن كان أتى للعمرة ولكنه قال أحب أن أجلس في مكة ما شاء الله ثم بعد ذلك أحرم، فنقول لا يجوز لك ذلك، بل يجب عليك أن تحرم من الميقات، لأنك ما أتيت مكة إلا للنسك، ومن جاء للنسك فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بالإحرام. وأما إن كان أتى إلى مكة لأي غرض من الأغراض غير العمرة ثم بعد ذلك أراد الإحرام بالنسك، فله أن يحرم من أدنى الحل من مسجد عائشة من التنعيم أو من عرفة أو من الجرانة أو من أي مكان خارج الحرم، والله أعلم.